ثم كان افراد الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بعشعاشه بالتنسيق مع افراد الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بخضره بحث كميه معتبره من المشروبات الكحوليه محليه الصنع مقدره ب 1270 وحده مختلف الاحجام والانواع بقيمه ماليه اجماليه مقدره ب 351400 دينار جزائري. العمليه تم تنفيذها بناء على معلومات ورد الى قائد الفرقه التي تتابع التحقيق في القضيه قصد توقيف المشتبه فيه الذي هو في حاله فرار.